بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي انساتي، نحن بصدد هاريكان. شو هاريكان؟ بصدد اعصار، بصدد اعصار قوي يقال له تورنيدو. نحن على مقربة من الشواطئ الأطلنطيسية او التي نقول لها احمد ابو شيخة معكم من امام شواطئ غالفستون. نحن بصدد حدوث اعصار قوي جدا، تقدر سرعته ب 75 ميلا في الساعة. لربما اعزائي المشاهدين ترون الاعصار يبدو سلولي، حيث في هندي احمد يصورني. حكيت انا بدي اسوي اسحب ايدك. اسبوعك يلا ظهر الراس. نعم اعزائي المشاهدين ترون المياه العاتية تبدو من الساوت وتضرب شواطئ غالفستون. نحن هنا وهناك الكثير من المشاهدين. مش مع الكاميرا. نعم اعزائي المشاهدين، هناك كثير من المتفرجون ادوا الى هنا. كثير من المستمتعون بالاعصارات الاعاصير العاتيه اتوا من مدينه غالفستون الى هنا الى هذه الشواطئ. ترون اعزائي المشاهدين معا، وهذه الامواج العاتيه تاتي وتضرب الشواطئ بقوه كما اسلفت بسرعه 75 ميلا في الساعه. جئنا انا وصديقي على متن هذه الدراجات الهوائيه، قد ترونها انها تبدو في حاله مزريه، ولكن اعزائي المشاهدين ولاش كمل صور معك. ولكن انظروا اعزائي المشاهدين، وهذا مقروءه من بدون امواج عاديه تضرب الشواطئ المكسيكيه. اذا نظرت طول يا اخوي. لا لست كثيرا، ليتل بيت مور. لو نظرنا الى الغرب هناك نرى خليج المكسيك يطل الينا كثير من البطيخ. اما من هناك اعزائي المشاهدين لو نظرنا الى الشرق فانه يطلون على ولايه اريزونا التي تاتي بجانب ولايه تكساس. نحن هنا في مدينه غالفستون. لا اريد ان اطول عليكم بالحديث، بل اجعل الصوره تتكلم. اعزائي المشاهدين، نتوقف للحظات لنلتقط او ناخذ اراء المشاهدين وارائهم عن هذا الاعصار القادم. معنا احد السواح. كيف تنظر الى الاعصار اخي؟ شو زعمت هلا عندي؟ What your opinion about the hurricane that will It's amazing. It's okay. So fucking great, you know, the winds. Okay, man. Come on. You know, fucking Then are you African American that you speak bullshit like that? Take polite, young, you know, man. You're a liar. It is mine. نعم أعزائي المشاهدين، انظروا إلى هذا الإعصار، انظروا إلى هذه الأمواج العاتية. لا تذهب معك الله، أتاك الصعب.